صادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. في ظلام دامس هذه الليلة امتدت أيادي الظلام التي تشتغل في الظلام والتي تشتغل في العفن، امتدت لتدنس اللوحة التذكارية التي تحمل اسم الرمز الفقيد عبد الرحمن اليوسفي. وبالصدفة أتينا هذا الصباح لزيارة هذا المكان ووجدنا مجموعة من المناضلات والمناضلين، مجموعة من المواطنات والمواطنين الذين أتوا لاستنكار هذا الفعل الشنيع، لاستنكار هذه الجريمة الشنعاء في حق رمز من رموز الوطن، في حق هذا الوطن، في حق عبد الرحمن اليوسفي الذي كرس حياته من أجل الديمقراطية، كرس حياته من أجل استقلال المغرب، شارك في جيش التحرير، شارك في دعم الثورة الجزائرية، دعم الثورة التونسية أثناء اغتيال الفقيد الشهيد فرحات حشاد، كذلك ساهم إلى جانب كل الشعوب التواقة إلى الحرية. نعم، لحسن الحظ توجد في هذه المكان كاميرات لهذا المحل التجاري وكاميرات لمصحة السلام الموجودة هنا، وهناك مجموعة من الكاميرات. نطالب السلطات الآن بضرورة الكشف عن المجرمين، عن هؤلاء الظلاميين الذين تسللوا في الليل لتدنيس هذه اللوحة التي تحمل اسم الفقيد. نطالب النيابة العامة، الوكيل العام للملك، بفتح تحقيق ومعاقبة المجرمين الذين فعلوا هذا الفعل الشنيع، ولكن نطالب كذلك بمعاقبة من يقف وراءهم، لأن هذا الفعل هو فعل سياسي وفعل جبان، فعل من يحسون بالهزيمة قبل الأوان. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الاسم ديال ساكنه ديال شارع السلام، وانا من ضمنهم، يعني كنندد وكان يعني كنشجب هذا الفعل الجرمي اللي دار هذا، وما نضمنش الى داروه ناس عقلاء. هادو اظن بعض يعني كما كنقولوا شماكره، ولو كيكونوا ناس عاقلين يعني تجرؤوا ولا وصاوا باش يديروا هذا الشيء باش ينوضوا الفتنه ديال على هذا الانسان اللي مات، اللي هو خصنا نترحموا عليه، ماشي توصل هذه اللحظه هذه ونوضوا نتنكروا داك الشيء كامل، هذا الانسان اللي داروا في الحياه ديالو، ويجي واحد الرباعه ديال شنكاره يديروا هذا، يدنسوا له هذا التذكار هذا اللي كنفتخروا به، نفتخروا به هنا كساكنه هنايا، لانه جابوا لنا الاسم ديال انسان عظيم، عظيم بمعنى الكلمه يعني، واللي استفدنا منه اول وزير، اول اللي كان يعني في حكومة التناوب وكان محكوم عليه يعني بشيء اللي ما هو ما ينتظرش، لو كان شي واحد ماشي وطني ما يرجعش لبلاده وما يشدش حتى هو في الاخر المسائل. المهم كنتمنى باش الاجراءات كتاخذ ونشوفوا، الحمد لله راه كاين كاميرات هنا، كاين كل شيء، ما ربما هذا يجي للسلطه يعرفوا غير الناس اللي داروا هذا الشيء هذا، باش حنايا عاوتاني نطمئنوا، نطمئنوا الشعب المغربي على هذا الانسان هذا خويا اللي كان رجل طيب اللي خصنا نترحموا عليه، والناس خوتنا بداو كيدنسوا له غير في تذكار. ونزيد لكم على هذا الفعل الاجرامي هذا، راه ما نظنش يكون على الساكنه، لانه الساكنه انا النهار اللي جات تنصبها التذكار هذا لو كان شفتوا فاش جا سيدنا هنايا بخير، جا هنايا وعطى القيمه لهذا الحي هذا، وهذه زعما ما الساكنه ما نظنش، هذو شمكاره انا نحلف عليهم وقيله كاع 100%. المهم مساء الخير، حنايا كنتواجدوا اليوم امام هذا النصب التذكاري ديال عبد الرحمن اليوسفي المجاهد الكبير الذي قدم الكثير للوطن، وكذلك قدم الكثير لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، وكذلك للمجتمع العربي كافه وللانسانيه ككل. اليوم نستنكر هذا الفعل الدنيء الذي قام به مجموعه محسوبه على الفكر الظلامي الرجعي، الفكر الذي يحاول ان يغتال كل 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 صوره لاجماع وطني. نحن اليوم امام هذا النصب التذكاري من اجل ان ندين كل اصحاب دي يرفض الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه، وللتذكير انه تم رفع الشكايه الى الوكيل العام لجلاله الملك من اجل الوقوف على الحيثيات الكامله وراء من قام بهذا الفعل ووراء من دفعه للقيام بهذا الفعل، لانه وبكل بساطه هذا الفعل ليس وليد شخص
أرعن أو شخص مجنون، لأن الشخص لأن عبد الرحمن اليوسفي كان المغاربة يكونون له كامل الاحترام والتقدير، إلا أن هذا الفعل يبدو أنه مدفوع من طرف قوات معادية لأي صورة لإجماع وطني، لأي صورة لتلاحم الشعب والوطن. اليوم نحمل المسؤولية كافة كشبيبة اتحادية بطنجة لكافة المسؤولين على هذا الفعل، ونطالب بفتح تحقيق عاجل ومستعجل من أجل الوقوف على الحيثيات الكاملة وراء من قام بهذا الفعل. Thank you.